أنا في عبد الرئيس سيد محمد، مقيم في القطامية، عندي 61 سنة. من صغري كنت بمارس النصب والتنقيب عن الآثار من حوالي 5 سنين. عملت اسم اللواء فاروق القاضي، اتحدت صفة اللواء فاروق القاضي، شغال بالصرف رئيس الجمهورية. وبعد فترة طبعا بدأت أقل من الحاجات دي، أخد الناس اللي عندهم أراضي وعندهم مشاكل ونزاعات على الأرض أخلصها لهم. بعد كده رحت بدأت أقوي علاقتي أكتر بالناس وأعمال الشركات، أوهمهم إن أنا عندي ناس في الحكومة بتخلصوا الكلام ده، وبناء عليها بقيت أخد عمولتي برضه. بعد كده بقيت أخد التسجيلات أصلا اللي موجودة عندي على التليفون، بقيت أبعتها لكل الناس عشان أقوي علاقتي بهم إن أنا ماسك نفسي. من حوالي 3 شهور عرفت واحدة اسمها ميرفت محمد علي، مستشارة في رئاسة الجمهورية. قعدنا اتكلمنا مع بعض، سجلت لها شوية مكالمات حلوين، ورحت واخد منهم مكالمة وبعتها لكل الناس اللي عندنا اللي هي من حوالي. فوجئت لقيت عبد الله الشريف الإخواني نازل على تويتر صوت ليا وصوت لميرفت محمد علي. أنا اسمي ميرفت محمد علي أحمد، مواليد 13/9/69. السنة دي اشتغلت في مجال المقاولات عشان أزود دخلي في مجال المقاولات بالنسبة للعمولات اللي كانت هتجيني من شغل المقاولات. وتعرفت في شهر 9 اللي فات على شخص بيشتغل في نفس المجال، ادعى ان اسمه اللي هو فاروق القاضي، وان هو له علاقات مع مسؤولين كبار في الدولة، وان هو بيقدر يجيب شغل كتير في مجال المقاولات، وان هو له مصالح، يقدر يعمل مصالح قوية في شغل المقاولات. وانا قلت له ان انا شغالة برضو في رئاسة الجمهورية، وان احنا بعلاقاتنا دي نقدر نعمل مكاسب كويسة في شغل المقاولات. انا اسمي وائل عبد الرحمن سليمان، عندي 42 سنة ومقيم في اسكندرية وشغال في مجال السمسرة. اتعرفت على واحد من فترة حوالي 4 شهور، ادعى ان هو لواء وقال لي ان اسمه فاروق القاضي، وقال لي ان هو من خلال علاقاته يخلص لي اي قصة في اي موضوع في جهة حكومية من خلال شغله في رئاسة الجمهورية. وبعت لي مكالمات هاتفية، ولقيت من المكالمات دي ان الناس اللي بتتعامل معاه بتكلموا على اساس ان هو يعني بيفخموا فيه وبيحترموه قوي. وفي الفترة الاخيرة حصلت لي مشاكل مادية، وفكرت ان استغل التسريبات اللي انتشرت على النت، المكالمات اللي كان بيبعتها لي اللي هو فاروق، وجبت رقم تليفون الاخواني عبد الله الشريف من على اليوتيوب وتواصلت معاه، وبعت له المكالمات الهاتفيه دي، وبلغته ان انا ممكن ابعت له مكالمات تانية بس دي على خلاف الحقيقه، يعني انا ما عنديش مكالمات ولا الكلام ده. وهو قال لي، وعدني ان هو هيبعت لي 10,000 جنيه على ويسترن يونيون ونصب عليا.